Part 2. Selwamo Mika. Gran Burning Protest. Sweden. Malmo. لا يوجد دين يتزوج رسوله طفلة عمرها 6 سنوات ويختصبها وهي عمرها 9 سنوات إلا الإسلام. ولا يوجد دين يتزوج رسوله أكثر من 80 سيدة لتشبيع الشهوات إلا الإسلام واختصابهم رغم أنفهم كزينب بنت الحارث وصفية. لا يوجد دين يتهم الآخرين بالوثنية والخرافات بينما دينه يمتلك أكبر عدد من الخرافات على وجه الأرض كخرافة كون رسول طار من مكة إلى القدس وخرافة رجم الشياطين وعباده المكعب الأسود والهلال والقبور والحجر الأسود والهلال إلا الإسلام. لا يوجد دين ينظر إلى نفسه على أنه خير أمة أخرجت للعالم، بل أنتم أخرى أمة أخرجتم للعالم إلا الإسلام وأوسخ أمة أخرجت للعالم. لا يوجد دين لا يهتم أتباعه سوى إليه ولا يهمهم أي دين كان أو غيرهم، ولا يهمهم دساتير العلمانية الديمقراطية التي تعطي للشخص كامل حقوقه، بل يعتبرون كتابهم القرآن دستورهم، دستور لا يعطي لأي شخص أي حرية، بل يعتبر رجم وجلد وجزية حرية إلا الإسلام. لا يوجد دين ينهب رسوله وعصابته القوافل التجارية العزل ويعتبرها غنائم إلا الإسلام. قاب قوسين، الإسلام دين إرهابي، دين خطير، وأنا سأستمر لحين أن يتم حظر هذا الكتاب هنا. ومن لا تليق به ومن يرى أن القوانين السويدية لا تتناسب مع فكره ومع دينه فليغادر. السويد لم تطلب من أحد أن يأتي هنا. من يرى أن السويد ليس بلد مناسب له فليغادر. قرآنكم تحت حذائي، تحت حذاء كل ملحد، كل مسيحي، كل أيزيدي، كل أمازيغي، كل إنسان حر. بالنسبة لمجدلينا أندرسون الدافع عن الإسلام والمسلمين، ببساطة مجدلينا أندرسون تحاول الوصول للسلطة عن طريق فتح أبواب السويد لكل من هب ودب، للإرهابيين، للمتعصبين. لذلك مجدلينا أندرسون إذا كانت تحب الشريعة الإسلامية فلتذهب وتعيش في السعودية، في أفغانستان، هناك تحكم الشريعة. في السويد لا مكان للشريعة الإسلامية، قرآنكم تحت قدمي، انظروا، تعودوا مثل ما تقتلون الملحدين والمسيحيين والأمازيغ وكل من ليس مسلم في بلدانكم، أنا أدعس قرآنكم تحت قدمي. يجب أن تتعودوا على ذلك. Magdalena Anderson.